حياكم الله في حلقة جديدة من رجعات هاوي عدد. اليوم عندنا جهاز جديد من بوش من زمان ننتظره، ما بغي يتوفر في السعودية. حياكم، تعالوا نشوف مواصفات اللي فيه. نقول بسم الله، نفتح العلبة ونشوف ايش داخلها. طبعا الجهاز اليوم هو دريل من بوش، موديله GSR12B15FC. الدريل هذا اول ما تشوفه بيكون دريل عادي، طبعا في اناره، في انديكيشن حق البطاريه كم باقي فيها، في دريل عادي طبعا، مو بانباك مو بهامر. شو الميزه الدريل عن غيره؟ يعني شو ميزته عن اللي يقول مثلا GSR120 ليثيوم؟ نفس الشيء الاي، الحجم تقريبا نفسه، القوه هذا اكيد اكبر واعلى، بندخل في تفاصيله بعد شوي. بس الفرق المهم والاساسي التشك اللي هو الراس، هذا يجي معاه اربع رؤوس متغيره، تقدر تفك الراس وتبدله. طبعا يجي معاه اول شيء اللي هو الراس حق الشد البراغي، تقفل الراس، يجي معاه راس الشد البراغي مع قفل اوتوماتيك حق فك التركيب، مثل اللي هو SDS يسمونه اللي هو كيلس، تمام. وبعدين يجي معاه الاكسنتريك هيد اللي هو بزاويته مو في المركز، عفوا الغير مركزي، وهذه تفيدك اذا انت قاعد تشتغل جهة الجدار او شيء وتبغى تشد برغي ما عندك مساحة، فالراس هذا يقرب لك المركز مال الشد ويسهل لك العملية هذه. والراس الرابع والاخير هو زاوية 45، هذه تستفيد منها اذا عندك مثلا داخل كابينة او بين عمودين، تقفله وتغير البوزيشن على حسب حاجتك والزاوية اللي انت بيها، على فوق على تحت على جنب، وتركب عليه الراس اللي انت بيه سواء كان الاكسنتريك او الدريل العادي او التشك العادي هذا اللي بمفتاح حق الريش الى 10 ملي، تمام. هذا خلصنا من الدريل، نجي للشاحن. الشاحن هذا بعد موديل جديد، تو منزلين شاحن سريع يعطيك 30%، اسرع من الشاحن القديم، وهم مثل ما تشوف انه كبير واثبت وفي لمبات انديكيشن غير القديم. القديم يجيك صغير وخفيف، واصلا حتى مو ثابت، اذا حطيت على سطح الطاوله دائما البطاريه تحركه وتغير وضعيته، بينما هذا لا، تشوف الوزن والقوه والتبريد فيه اوضح ويتحمل اكثر. يعني انا عندي مشكله مع القديم، هذا دائما يخترب علي، والظاهر ان هذا طوروه حسنا. نشوف الجهاز ونجربه الحين، فحياكم ويانا. طبعا افضل طريقة عشان اوريكم الفرق، نسوي مقارنة بين الجهاز القديم والجهاز الجديد في نموذج سويناه بشكل سريع. طبعا في البداية نحسب طول الدريل العادي من التشوك الى نهاية الدريل تقريبا 17 سنتي، والدريل الجديد بدون التشوك 13 سنتي. راح نجرب الحين نشتغل على النموذج. لو جينا بنحفر، هذا اصغر، يعني من اصغر الريش اللي ممكن نستخدمها، راح يضرب نهاية الدريل في الاطار، وبكذا كذا نضطر ان نخلي الفتحه مايله او الحفر مايل. برضه لو جينا بنحط السكروب، نعم، لو جينا بنحط بلوط راح يكون بشكل مايل هذا الشكل، لو كان 18 ملي وراح يطلع من الجام. هذا بالنسبة للدريل العادي. بالنسبة للدريل الجديد في أكثر من خيار، بإمكاني إني أحط درجة 45، وبهالشكل راح يكون عندي لو بغيت أحفر مثلا، ركبنا هذا التشوك راح يكون الطول بدون الريشة تقريبا 10 سنتي، مع الريشة راح يكون 15 سنتي، وكذا أقدر بكل راحة أحفر في النقطة المعينة وبالضبط راح تجي. طبعا على حسب راحتي او راحة يدي اقدر اتحكم بالاتجاه،
هالشكل. نفس الشيء لو بغيت احط بولت، افك التشوك حق الريشه واحط الامباكت. كذا اقدر احط البولت بكل سهوله ويكون مستقيم. هم لو بغيت اقصر من كذا اقدر افك التشوك نفسه واخلي دايركت من الزاويه، كذا راح يكون اقصر. بالنسبه لو كان عندي بولت في راس الزاويه لها حل اني احط هذه الاداه تسهل لي الوصول، وهم اقدر اتحكم فيها بالسحب. بهالطريقة اقدر اوصل لابعد نقطة في راس الزاوية. هذه من الصعب على الدريل العادي انه يوصل لها. كذا راح يخترب راس البلط ولا راح يطلع. بهذه جدا بسيط انه يطلع بكل سهوله.